مع الخمسة ديال الصباح خرجت من الدار وقلت يا فتح يا رزاق يا ربي دوز هاد النهار بخير ولا خير. مشيت كيف العادة للجامع صليت الفجر ومن بعد الطريق وصلت للطاكسي اللي خدام فيه. حليت المرة وجبت واحد شيفون وضغط لي واحد مسحة عالمية. رجع الطاكسي كيشعل دي ماري تسخنت شوية وتوكلت على الله. كنت خدام من نيتي اللي جاب بسم الله ماشي بحال شي شوافة وخاين كيتعزلو في بنادم بحال تقول لا رزق بيدي هو ماشي بيدي الله. الا كان الكليان غادي شي يكون تعامر ما يبغيش يديه. قلت علاش ما نخدمش نجيب داكشي اللي قسم الله ونفس الوقت نربح رحمة الوالدين. وداكشي اللي كان اي واحد كيركب معايا كيف ما كان صغير ولا كبير كتسمع غير الله يسهل عليك ولدي. كنت خدام وفرحان كل نهار واثقو. نرجعو ليا انا وكيفاش خدمت في الطاكسي. سميتي سعد عندي 25 عام عايش انا والوالد والوالدة وزوج ديال خوتي. انا هو الكبير في خوتي. خوتي سميتهم ادم ومها. شديت الباك بعشرة بيلة. نهار شديت الباك كنت فرحان مع العائلة قلت الحمد لله حياتي غدا تبدل. الباكي اللي ماشي يجيب معدل طالع بزاف ما عنده ما يدير ليك يلا غادي تلقى شي خدمه ديال الله يحسن العوان. المهم بقيت مده بلا خدمه بقيت كندفع للشركات حتى لواحد النهار لقيت واحد الشركه طالبين الخدامه بالباك. قلت واخيرا نفعتني هاد الكارطونه. هاد الخدمه كانت في بيم. اللي شافها من برا وشاف الخدامه ديالها يقول لك هاد الناس عايشين بخير ومهلين فيهم. ولكن على العكس هو اللي كاين. كتشوف شباب في قمة الازدهار ديالو كيفني حياته في شركة بحال هادي كيمصوا البنادم الدم ديالو. هادشي كامل عرفته قبل ما نخدم معاهم. دوزت معاهم وتقبلت وكنت فرحان غادي نبدا الخدمة ديالي. ملي خرجت من الباب ديال الادارة لقيت ثلاثة ديال الدراري شادين كارطونات وجالسين وهازين واحد لافيتة. مشيت عندهم وقلت لهم الدراري مالكم ياك لاباس وبداو كيعاودوا لي على المصائب ديال هاد الخدمة هادي. هاد الخدمة اللي خاصك دير كلشي خاصك تحل المحال وتستف في السلعة وحتى من جفاف تجفو نتايا. هادشي كامل على قبل 3000 درهم والسيمانة كاملة وانت خدام عندهم بحال العبد. باقي خليو لك الوقت حتى فين تلعب شي ماتش. ودابا فاش عيطوا عليا بغاو يخدموني في بلاصة واحد من هاد الثلاثة حطيت راسي في بلاصتهم حتى انا واحد النهار نوض معاهم ويجيبوا واحد اخر يخدم في بلاصتي وانا يلوحوني بحال عمرني شي نهار كنت خدام معاهم. خرجت من داك الاداره وكانت هذيك اخر مره غادي نرجع ليها. ما كامله السيمانه سهل لي الله في واحد الخدمه اخرى خدمت في الكابلاش. هادشي علاش قلت لكم الباك بعشرة بيلا هادو هما الخدامين اللي غادي يلقالك. ما غاديش يلقالك شي حاجه اللي مزيانه واللي انت كتحلم بها. داكشي علاش من الاحسن بنادم يطلع النيفو شويه ويجيب شي معدل اللي يفتح ليه بزاف ديال البيبان. في الكابلاج كانوا جوج ديال ليكيب. ايكيب كتبدا من 6 الصباح حتى للجوج وايكيب الاخرى كتبدا من الجوج ديال العشرة. والصالير ديالهم كيبدا ب 7000 درهم تيقتوني ياك. الصالير كيعطوك فيه 56000 ريال. ها هما تيقول لك حنا عندنا افونتاج حنا عندنا طونسبور كنوصلوك حتى الباب ديال داركم. ما عندنا ما نديرو الخوت. اي شركه جات ليد العامله في الدوله ديالها كتجي عند المغرب حيت ما كاينش اللي غادي يدوي على الشباب ديالها. هاد الشركه حتى هما كيمصوا الدم ديال عباد الله. ولكن علاش كان كيبقى فيا الحال ديال بالصحه هو ملي كتشوف اللي شاف الكبار بزاف كتلقاهم كاملين كوا ولكن اللي شافين علينا حنايا مغابه. ومع ذلك والله ما يرحمك كتوحل معاه هو كثر ما كتوحل مع داك القاوي. هادشي كامل غا كيتملق ليهم وكتلقى الصالير ديالو زايد عليك نتا بواحد 500 درهم ولا 1000 درهم وكيعدم في خوتو بحال اللي واقع ليا مع الشاف ديالي. راكم عارفين الخدمه ديال الكابلاج العذاب ديال بصح. واحد النهار كنت جالس وخدام شافني الشاف ويقول ليا نوض قعد وخدم. قمه العبوديه. الطريقه باش دوا معايا ما عجبتنيش. كان بالامكان ديالي نخلي ضابو في داك اللحظه ولكن على ود عيشة صبرت وقلبت وجهي
نسيت ما عرفتكمش شكون عيشة. عويشة عندها 21 عام، كنعرفها دابا 4 سنين ملي كانت عندها 17 عام، يعني يقول ربيت على يديا. بنت دابنا كنموتو على بعضياتنا ومواعدين بالزواج. هي خدامة فارماسيان ضايفة بزاف وكتموت عليا وخمز لوط بسببها. هي ديما واكل القتلة ديال العصام من عند خوتها، ولكن واخا هكاك والله ما نفرط فيها، واخا يقتلوني كاع. كانت احسن سيمانة كتعجبني في داك الخدمة هي ملي كنخدم الصباح، حيت في العشية كنمشي كندوش نبدل حويجي ونتلاقى مع عويشة، وكنبقى نحلم انا وياها امتى غادي نسكنو في دار وحدة وندير وليدات ونحققو الحلم ديالنا. مهم دازت الاول شهر، الاول شهر، تاني في الخدمة شهر تالت، وانا صابر على داك الميكروب ديما كيحك عليا وكنقلب وجهي. بقيت بحال هكاك حتى كملت عام. واحد النهار كنت خدام من 6 ديال الصباح للجوج ديال العشية، كنت خدام وفرحان في العشية غادي نتلاقى مع عويشة. ملي ساليت مع الجوج جا عندي الشيف ديالي قال لي اسمع سعد، اليوم غادي تبقى حتى العشرة الليل، عندنا خدمة بزاف وزوج ديال الخدامة ما جاوش. طاش عندو قلت ليه والله ما سمعتك، عاود اش قلتي؟ راني خدام من 6 ديال الصباح والجوج دابا راني كاو، باغي نمشي نرتاح حتى انا بحال بنادم. قال لي راه جوج ديال الناس ما جاوش، راني واحل. قلت والله ما كرهت ليك، بغيت نعاونك ولكن راني عييت، وحتى الا بقيت كاع راني ما غادي نخدم والو، راني كاو. الميكروب ما حملنيش ويعيط على واحد البنت قدامي، سهام اجي لهنايا، انت اليوم ما غادي تبقاي حتى العشرة الليل. حدات راسها بحال شي كليب وقالت ليه واخا شف. واخا كانت لابسه حويجه وكانت غادا طونسبور، رجعت بدلت حويجه وكملات الخدمه. المهم السيد من داك النهار ما حملنيش، ما تسوقتش ليه، بدلت الحوايج ديالي وخرجت دي طونسبور ديالي. ما عرفتش علاش البنات كيطيحوا الدلف الخدامي، بصح ماشي كلشي ولكن الاكثريه، وهادشي هو اللي خلى صحاب الشركات يبغيو يخدموا غالي البنات، حيت كيصبروا وما كيقولوا والو، يخدمها بالليل بالنهار والله ما تقول كلمة. حتى من الصالير شقات ليه بغا ينقص ليها منو كينقص ليها وكتبقى خدامة. انا حاسبة هي الله يحسن العوان كتبغي تهرب من الشقة ديال الدار، وحتى هي كتبغي تصرف على راسها، ولكن راه كتهي الشباب، هذاك الشاب اللي غادي يتزوج فين غادي يخدم؟ المهم من داك النهار بديت مع داك الميكرو في الصداع، ديما حاطني بين عينيه ولا كيقلب ليا غا على المشاكل، اي حاجة كنديرها كينوض معايا الصداع ليها واخا تكون بسيطة. بقيت صابر صابر وانا اكبر عصابي على وجه الكرة الارضية، هادشي كامل على قبل عويشة ديالي. وكيف ما كيقولوا الضغط هو ولد الانفجار، هاد الصباح كامل غادي يتقاضى واحد النهار ملي قال ليا واش انت حمار ولا شنو قدام الناس كاملين. قلت لي عاود اش قلتي؟ قال لي غلطتي فادي. قلت لي لا لا عاود هادي اللي قلتي قبل منا. هو يقولها بكل وقاحة، قال لي واش انت حمار مالك؟ تاجي ولد عمتي عليك كنقلب، كاع داك الصبار اللي كتصابو كله تفرقع فيه بدقة، شتيتو خلطتو التخليطة ديال الكلاب، حتى شي واحد في الخدامة ما بغى يفكنا، كلشي كان باغي فيه الخدمة، ولكن مساكن هما خايفين على راسهم، حتى واحد ما بغى يضيع خدمتو. شديتو بردت فيه داك الغديد اللي فيا وداك الشي كامل يدوز عليا، لا باغي غير يتفك مني. من الزهر ديالنا الباطو الكبير ديال الشركة جاتك النهار مع الدخلة ديال الباب كتبان لي فوضى في الشركة، حنا مضاربين والخدامة كيتفرجو فينا والخدمة كاملة واقفة. باطون محملش داك البلان وبدا كيعيط على السكيورتي، جاو فكونا وهدات القضية. طلعت ديريكت كنبدل في حويجي، عارف من بعد هاد البلان اللي وقع والله لازلتي فيها الضربة، وانا اصلا كنت كارتها. بدلت حويجي وتميت خارج وحبسني السيكوريتي في الباب، قال لي صبر صبر غادي يطلع عند باطون يهضر معاكم من بعد سيري الا بغيتي تمشي. كنت باقي معصب ودفعت لي يديه وقلت انا ما باغي نشوف حتى قاد. قال لي صبر صاحبي صبر ودوي على راسك، قال لي الا مشيتي بحال هكا غادي يلصق لك كلشي، هو غادي يبقى خدام وانت غتمشي في حالك، وداكشي اللي باغي هو، حنا راه كاملين عارفين داك الميكروب شنو كيسوى. بقى كيبرد فيا وانا نجلس شويه، جا عندي داك السيكوريتي حاط يدي على كتافي وقال لي يلا نطلعوا لعندو. طلعت لعندو دق عليه في البيرو، من بعد كنسمعو دخل، دخلت سديت الباب
قال لي تفضل أولي. لقيت الكلب جالس عنده. صراحة الباطون دو معايا زوين بزاف، ما كتوحلش مع الناس الكبار، كتوحل غير مع المقادين زايدينو 10,000 ولا 20,000، وكيعذب في خوتو باش يزيد يتملق بزاف الإدارة. المهم جلست وقال لي عاود لي كلشي بالتفصيل. قلت هاد السيد واحد النهار كنت خدام من 6 ديال الصباح وساليت الخدمة ديالي مع الجوج، عييت وبغيت نمشي حتى انا ندوش ونرتاح في داري. مع الجوج عندي هاد السيد وقال لي غادي تخدم ليا من 2 للـ10. قلت هاني ما نقدرش، راني عيان. من داك النهار وهاد السيد حاطني بين عينيه. تعصب الباطون ودار عندو، قال ليه من امتى حنا كنخدمو الناس فات الوقت كامل وبزاز من النوم. قال ليه لا ما جاوش ليا 2 ديال الخدامة. قال ليه وهذا مالو، ما بغاش يخدم على ديالي بحال هكا. ما عرفت شنو يقول ليه، ويقول لي سكوت سكوت بلاتي. قال لي كمل اولي وشنو وقع اليوم. تي اليوم غلطت في واحد البياسة، ويقول لي واش انت حمار. السيد انا كندوي معاه هو ساكت وكيتصنت ليا. من بعد قال لي هادشي كامل ما عندوش الحق يديرو معاك. الخدامة ديالي حتى شي واحد فيهم ما يخدم فوق من جهدو، وانتوما بحال عندي، وانت شي واحد ما عنده الحق يطيح منك ولا من كرامتك، ولكن حتى انت درتي غلط وغلط لي كبير بزاف. هادي راه شركة كبيرة وعندها سمعة طيبة، ما كنتيش دار معاها بديك الطريقة. بقيت ساكت. المهم قال لي صافي خرج بجوج تسناو برا. من بعد شي 10 دقايق جا عندنا واحد السيد الله يعمر هذا، قال لي اجي معايا. مشيت معاه للبيرو ديالو وجمع لي حسابي وقال لي راه الباطون بغي يخليك، ولكن خاف الا خلاك الخدامة كاملين غدا ولا بعد غدا يديرو بحالك، ولكن ما تخافش ماشي غير انت بوحدك، حتى داك الميكروب مشات لي 7 سنين ديال الخدمة، راه حتى هو جمعت لي حسابو، راه غادي يتفاقع دابا، مبغاش يتقبل ومبغاش يسيني، وباقي واقف باش يطلب الباطون. والباطون قال لي اخر كلام عندي هو هذا، ما بقاش نشوف كماتو في هاد الخدمة. مهم اللي تميت خارج لقيت داك الميكروب جالس والدموع في عينيه، كان شوية غادي يدخل يسيني على الاستقالة ديالو، وغادي يولي لا شيء، غادي يولي بحالي بحالو. نقدر نتلاقى انا وياه الغد ليا فشي شركة كندفعو بجوج. خرجت من داك الخدمة وما سلمت على حتى واحد، حيت كلهم بحال بحال، لا الخدامة لا اللي شاف، كلشي باغي فك الخدمة. قمة الأنانية في هاد الخدمة هادي، كل واحد كفكر في راسو وصافي. مشيت لبلاصة الطاكسيات، جالس وكنخمم في هاد المصيبة اللي نزلت عليا، وكنفكر في عويشة اللي غدا تجهل إلا عرفاتني خرجت من الخدمة. شوية كيبان ليا الشيف ديالي جاي وهز معاه واحد الصاك، غير شفتو الخوت مش عارفش براسي، حتى تلاحيت عليه عاوتاني وكملت داكشي اللي بديتو، شبعت فيه غات صفيق. من بعد فكونا شوافة ديال الطاكسيات وشتي الطاكسي ورجعت للدار. شافتني الوالدة مسكينة، مالك أوليك لاباس، كتير شنو كاين؟ بين من الملامح ديال وجهي واقع شي مصيبة. قلت يا ولدي علاش هز الهم بحال هكا، ماشي نهاية العالم، دابا ربي يسهل عليك في خدمة محسن، انت بكتافك الحمد لله وفين ما مشيتي تخدم. ما تنساش ولدي راه الله اللي كرزقنا بالخدمة ماشي العبد. الهضرة ديال الوالدة ريحاتني بزاف. المهم دخلت قصيت وصلت داك الوحدة عايشة كتخرج من الفارماسيان، مشيت كنجري باش نتلاقى بها، كتبان ليا خرجات حتى وقفت عليها، فرحات بزاف فاش شافتني. شوية قالت ليا مالكيك لاباس، ياك انت كتخرج حتى لجوج وكتوصل هنا حتى لتلاتة. قلت لها عويشة صافي ما بقيتش خدام، راني ضربت مع داك الميكروب اللي ديجا عاودت لك عليه. عويشة دارت ليا الشوهة في الشارع بحال قلت لها شي واحد مات، وحنا شنو غادي نديرو؟ الله يا ربي الله، مني غادي نجيبو الفلوس؟ لا عايشة رزق الله سبحانه وتعالى ومولاها ربي غادي يفرج، ما تخافي والو، انا غادي نقلب من جديد وكيف لقيت هادي غادي نلقى واحد اخرى. شويه بشويه بدات كتولف، بقيت جالس سيمانه. من بعد بديت كنقلب من جديد، ما خليت فين قلبت والو. دابا عاد عرفت على الشركات كيحاتوا على عباد الله، حيت عارفي الخدمه ما كايناش وبنادم بزز منه غادي يصبر. الوالد خدام في واحد الشركه
وعنده صاحبه خدام في طاكسي، فكيهضر مع الوالد عليا وقال ليه دوز لي البيمي ديال الطاكسي. جا عندي الوالد وقال لي قول يا ولي علاش ما تدوش البيمي ديال الطاكسي، صاحبي خدام فيه وراه عايش مزيان، انت ما خاسر والو ديرو غير في جيبك ضروري غادي ينفعك شي نهار. تنكذب عليك الوالد والله ما عرفت، انا غادي نشوف. قال يا ولدي غا توكل على الله، ما حد كاين هاد صاحبي هذا يدبر لك في شي طاكسي مزيان. لي صافي الوالد غدا ان شاء الله نبدا فيه. فقت الصباح مشيت للعماله شفت الوراق اللي خاصني نجمع، جمعتهم كاملين ودفعت الدوسي ديالي. من بعد 15 يوم تقبلت وعيطوا عليا خلصت واحد 2000 درهم، دوزت واحد الصونطا ونجحت. من بعد تقريبا 10 ايام خرج ديال البيمي ديالي. الوالد عنده واحد ليكاط من عام الاستعمار، تعلمت فيها مزيان السوغان وطلقت يديا. من بعد ما تعلمت مزيان تلاقيت مع المختار صاحب الوالد، داني عند واحد السيد وقال ليه هدري على حسابي انا نضمنو ليك، خلي يتأزق الله معاك وعطيه شي طاكسي اللي يكون باقي جديد. السيد لقيتو حتى هو الله يعمر هدر، خدمت معاه وعطاني واحد الطوموبيل اللي باقي نقية. نهار الاول الثاني بديت كنحفظ الطريق والقوالب ديال الخدمة. في الاول ما كنت كندخل والو، داك السيد كنت نتلاقى معاه كيقول لي غصبر مع الوقت غادي تعجبك الخدمة وغادي تتعلم مزيان، ورزقك اللي مكتبو لك الله غادي تدخلو، خاصك تكون تانيتك زوينة. مع الوقت بدا كيعجبني الحال، كنت نحس براسي ليبه شوية، ماشي بحال شايكة كتبقى مهون نهار كامل. عاد زيد نهار الحد كنت كنهز عويتي ونمشيو نتساراو. صراحة وخا الفقر هي اللي كانت كتعطيني امل في الحياة، باش بلا ما نكذب عليكم ماشي عنيبة، كنموت عليها وباغي نكمل مع حياتي. كنحتارم بزاف وعماني حطيت على يديا حيت كنت كنعتبرها ماتي، بنت الناس وكتعامل معايا زوين بزاف وجهها شحال من واحد وخلاتو على قبلي. كلشي عارف العلاقة اللي بيناتنا، ما هو حتى خوتها اللي كيف قلت لكم ديما مضارب معاهم، ديما عاطيني قتلة ديال الكلاب ومع ذلك ما نتفاكش معاها، ما تفرقني معاها غير الموت. حتى من الوالدين ديالها كانوا عارفين العلاقة اللي بيناتنا. المهم دازت الوقت، واحد النهار فقت مع الخمسة ديال الصباح وقلت يا فتاح يا رزاق يا ربي دوز هاد النهار بخير ولا خير. صليت الفجر ومشيت للطاكسي ديالي، جبت واحد الشيفون ودوزت عليه كيف العادة ورجعتو كيشعل. من بعد توكلت على الله وبديت الخدمة ديالي، كنت خدام ومرتاح وعاجبني الحال. وصلت 9 ديال الصباح وقفت عند مول المسمن اللي كان فطا عندو ديما، يلا حط ليا مسمن سخون وبالذات ديال اتاي. بقيت كنشوف واحد المنظر، كان من جهة الاخرى قاطع الشانطي واحد داير واقف هو الام ديالو ومعاهم بنت. الام ديالو باينه مريضه بزاف وما كانتش قادره توقف، واقفه غير بزز. الطاكسي اللي كيوقف ليهم حدهم كيعرفهم غاديين للسبيطار اللي كاين في المدينه ما كيبغيش يديهم. بصح السبيطار جا في واحد القنت اللي عامر بزاف، ولكن الانسانيه كتغلب على هاد المواقف. عاد زيد هما ثلاثه د البايس وداك الساعه وقيته ديال الخدمه. بديت كنفطر وكنشوف داك المنظر، كتبان ليا المرض زاد على الحال ومبقاش قادره توقف. البنت بقات شاده في الام ديالها، هو مشى كيجي عند واحد مول ديسير اللي عطاه صندوق وجابوا لها جلسات. بديت كنزرف في الفطور ديالي باش نمشي نوصلهم. شويه وقف ليهم واحد الطاكسي، الطاكسي ملي وقف كيسحب الولد كاين غير هو وداك البنت بوحدهم. ملي شافو ناض كي قعد في الام ديالو عفاتو خلى ليهم غير الدخان وراهم. في داك اللحظه كيبان ليا الدري عطى الام ديالو بالظهر ومسح الدموع اللي في عينيه. ما كدبش عليكم داك اللقطه توشاتني بزاف، الجوع اللي كان فيا والله تمشى. خليت داكشي بحال هكاك في الطبله ودويت مع مول مسمن حتى نرجع ونخلصك في هادشي. عيطت عليه من بعيد وقلت ليه صبر انا ضايع عندك. بلاصي الطاكسي حداهم نزلت وعاونت الام ديالو حتى جلست لقدام، ولادها ركبوا اللور ديتها ديريكت للسبيطار. طريق كامله والام غادا وكدعي معايا. قال لي الولد حطني غير هنايا، قلت ليه لا غا خليك. دويت مع السيكريتي ودخلتهم حتى للسبيطار لداخل، حطيتها قدام الجناح اللي غادا ليه. عرفت ان الام مسكينه مريضه بالسرطان وغادا دير شي حصه ديال الشيمي. ملي وصلوا بقيت كندوي مع ولده شحال اللي كان كيبكي بحال شي دري صغير. قال لي حتى انا خدام في طاكسي بحالك، غير مع المرض ديال الوالده ما بقيتش خدمت. قلت لي انت ولد دومينا صاحبي وكتوقف تسول في طاكسي، راك عارف القانون، نطلع هو الاول
عاد نقول لي فين يديني، ولا ما بغاش غادي يديني صحة. بقى ساكت شحال وبدا كيبكي، ومن بعد قال لي شوف نصيحة اللي نوصيك، عمرك دير الغلط اللي دات انا، خوش خدم وتوكل على الله، فاش غادي تسالي غادي تلقى رزقك. قال لي واحد النهار شيات لي واحد البنت، كانت هي وباها، وباها باين مريض بزاف وكانت غادا بيه للسبيطار، وانا كنت ملهوط على الخدمة، ما بغيتش نديها حيت كانت وقيتة ديال الخدمة. فهاديك الوقيتة تقريبا كانت دي معايا ثلاثة ديال البلايص، كل واحد بوحدو، حسن ما انتم غادي معايا بوحدة هي وباها والسبيطار، حتى شي واحد ما غادي يكون في الطريق ديالنا. هياش ما تطلب فيا والدموع في عينيها وكتقول لي اه بابا مريض كيموت، عافاك اخويا. وباها مسكين كان غير كيشوف فيا وما قادرش يدوي، حتى هو مسكين كان مريض بالسرطان. ما كدبش عليك اخويا، والله حتى حشمت نقول لك انا ما ديتهاش، وما عقلتش عليها، واخا داكشي كامل اللي شفتو قدام عيني ما عقلتش عليها، وقلت لها سدي داك الباب الله يرحم لك الوالدين، بغيت نسلت غير في حالاتي. يلا تحركت هو يوقف عليا بوليسي، قال لي علاش ما بغيتيش دي البنت، تي شافك عارف الدنيا عامره تماك. قال لي يلا ينزل عليك النعله، السيد كيموت حداك، واش انت ماشي بنادم؟ تزيات بزاف حيت عارف ماشي من حقي نرفض نوصلهم. قال لي البوليسي والله حتى عندك الزهر، لقيتيني ساليت. عيط على داك البنت وقال لها طلع بنتي طلع غادي يوصلك. المهم طلعوا صحه، محملتش راسي غير تحركنا وبديت كنقول غير بوحدي، والله ما عرفت كيفاش تصرفت بحال هكاك. البنت مسكينه ما حيت لباها اللي كيموت حداها، ولا انا اللي غادي وما عجبنيش الحال. حدي زادت كلمه اخرى قالت لي خويا وقف هنايا. قلت لها شنو؟ قالت لي وقف هنا. بدات كتبكي بواحد الطريقه خايبه بزاف وكتقول لي حسبي الله ونعم الوكيل، وبقات كتعاود فيها. حسيت بواحد الندم كبير وعرفت راسي انني ظلمت ديك بنت الناس. هذيك اللقطه ديال هي نازله وكتنزل في باها اللي مايد بدات كتقطع فيا من الداخل، ولكن ما قدرت نقول والو. من بعد ما نزلت باها طلعت عليا وقالت لي شوف بغيت من الله حاجه وحده، هي تحس بداك الشيء اللي حسيت به انا دابا. ومشات، وداك النهار داز عندي خايب بزاف. اول حاجه كنت خدام وكنفكر غير فيها، ثاني حاجه شدني بوليسي وخلصت بروسي فيه 300 درهم، وملي ساليت كاع الخدمه دات كسيده وانا اللي فوتيف، خسرت فيها 1200 درهم. وماشي غير هنايا وحبس، دازت سيمانه مرضات الوالده مرضه خايبه بزاف، ديت دوزت لها طبيب غير شافها تخلع، عطانا واحد التحاليل وقال لينا غدا تجيبهم ليا. التحاليل كانوا غاليين بزاف، درتهم وهزيت امي في طاكسي ورجعنا لعندو. وهنا كانت الصدمه كبيره، امي عندها سرطان وخاصها تحيد البزوله في اسرع وقت. كاع داك الخدمه اللي كنت ملهوط على قبلها ودك الفلوس اللي كنت كنجمع خسرتهم على الوالده. الوالده دخلت للبلوك باش تحيد البزوله، في وسط العمليه اكتشفوا ان المرض انتشر لها حتى في البزوله الاخرى وحيدوهم لها بجوج. دوزات عندهم تماك شهر، شهر ديال العذاب. كنت كنوض نخدم الصباح ونمشي عند امي في العشيه، الوالد ديالي ميت، اختي خلات القرايه ديالها وبقات مع الوالده. من بعد ما بدات كتحس الوالده شويه رجعتها للدار. المده كامله اللي كنت خدام في الطاكسي كنت جامع شي 5 مليون، الفلوس كاملين مشاو ليا، ولكن ماشي خساره في الوالده. الحمد لله لقينا شي عائله هما اللي تعاونوا معانا شويه باش نبقاو متابعين الحصص ديال الشيمي. عطيت الطاكسي لمولاه حيت ما كنخدم والو وكيبقى محسوب عليا. النهار الاول اللي غادي ندي امي للسبيطار راك شفتي حتى واحد ما بغى يهزني. قلتي لي علاش ما كتطلعش وتقول لبنادم يديك الصحه، حيت فداك اللحظه كان العقل ديالي مرفوع، والحاجه الوحيده اللي كنت كنشوف قدامي هي ديك البنت هي وباها، والهضره ديال بغيتك تحس بداك الشيء اللي حسيت معاك. والصح حسيت بها، اخيب احساس هو هذا. ندمت على كاع داك الناس اللي ما بغيتش نهزهم على قبل الفلوس، ولكن باش غادي ينفع الندم دابا؟ كنطلب من الله حاجه وحده، هي ترجع ليا غير الوالده بخير ونرجع لخدمتي. والله حتى نوصل الناس فابور. بدا كيمسح في الدموع وقال لي اسمح لي بزاف اخويا شديتك معايا وانت متبوع بوسيطه، بغيتك غير ما ديرش نفس الغلط اللي درت انا. قلت لي كون هاني، الله يشافي لك ميمتك اخويا، بغيت نمشي في حالتي بلا خلاص. قال لي اجي لهنا، والله حتى غادي تخلص، انا نحلف هو يحلف
وعطاني الفلوس صحة. خرجت من داك السبيطار وما بقيت باغي والو في هاد الحياة. هذا درس لأي واحد كيف ما داتي غادي ذلك. المهم بقيت على الخطة ديالي واخدها خدمة ونفس الوقت كنعتبر أجر. وما كتبش عليكم، ربي كان تسهل عليا، كانوا الناس سخين معايا بزاف. كاين اللي كيخلي 3 دراهم، كاين اللي كيخلي 5 دراهم، وكاين اللي كيخلصك ب20 درهم وتيقول لك غير خلي الصرف عندك. المهم بديت كنجمع الصرف كثر ما كنت كنجمع وانا في داك الشركه. بقيت شي 3 سنين وانا خدام في الطاكسي وكنجمع. بقيت كنتسقم حتى جمعت شي بركه وعويشه حتى هي. بدينا كنتفقوا على الخطبه وعلى العرس، وقالت لي عويشه انا ما بغيت العرس لا والو، فلوس العرس نفرش بهم داي، ندير نهار خفيف في غير العائله والله يجعل شي بركه. المهم دويت مع الدار ومشينا بشكل رسمي، ديت الواد السكر وخطبته. واخا كنت ديما مضارب مع خوتة تعاملوا معايا مزيان حيت عرفوني راجل ونهاوي الحلال وما باغيش نتفلى على اختهم. المهم قبلوا علينا. بوها قال لي شوف ولدي تكاتب انت وياها وقت ما وجدتوا راسكم توكلوا على الله. مهم هو ما تبقاوش تضربوا بلا كارط بلا والو، راكم عارفين هضره الناس. قلت لي عمي اللي بغيتها هي اللي غادا تكون. الغدي بينا كنجمعوا في الورقات ديالنا. من بعد شي 4 ايام جبنا العدو لداهم بلاطو ديال الحليب والتمر وتكاتبنا. المهم كلشي فرحان. ملي تمي تخرج شنقت على خوها الكبير اللي كان ديما سالخني، قلت ليه راه ولات ماتي دابا وبربي وباقي تحط يدك عليا حتى نخلي ضابو. عنقني وقال لي لا خويا صافي دابا ولات على مسؤوليتك، ما كاين اللي يهضر معاك. كانت هادي اجمل ايام حياتي، كنت كنخدم ونديها القصاي تقدا كاع داكشي اللي بغات. من بعد هاد خوها كان خدام في سمسار، لقى لينا واحد السكنه اللي زوينه بزاف وقريبه للخدمه ديالها. ومسكين سبق لينا 3 شهور ديال الكار، قال لينا هذا هو الكادو ديالي. صراحة العائله كل واحد عاون بداكشي اللي قدر عليه. بدينا كنفرشوا في دارنا على ذوقنا. كيف قلت لكم كانت داك الايام بحلاوته زوينه بزاف. فرشنا الدار فرش واعر وجهزنا كلشي، ما بقى لينا والو نحقوا الحلم ديالنا ونعيشوا في دار وحده. المهم وصل داك النهار اللي غادي نتجمعوا فيه غير العائلات ديالنا. نشطوا شويه ومن بعد ندي ماتي معايا للدار. درت ليها واحد مفاجاه وما قلت ليها والو، كيت واحد الطوموبيل وزوقتها بالورد. حدنا نكملوا ان شاء الله داك المناسبه غادي نهز ماتي ونعلق بها لمراكش. دوزت تماك شي سيمانه عاد نرجعوا. المهم تجمعنا كاملين وداز نهار زوين بزاف، كلشي بارك لينا وداز داكشي كيف ما كنا مخططين ليه. المهم اللي سال النهار خرجنا لقى الطوموبيل واجده، حتى واحد ما فهم شي حاجه. في العدد ديال العرس ديالنا الغد ليه في الصباح كيجيو عند العروسه، انا كنت اليوم بلا ما يجي عندي حتى واحد ما غاديش تلقاوني. كلشي تصدم ولكن كلشي كان عاجبو الحال. المهم توادعنا معاهم، خرجت لي اختها واحد الصاك فيه الحويج ديالها، كنت ديجا متفق انا وياها. المهم ركبت حدايا وعفطنا. كانت داك الساعه شي 12 ديال الليل. كيعجبني بزاف نسافر بالليل، تيكون الجو بارد وطيق هاوية. كنت ديجا مريزيرفي اوتيل في مراكش وكنت موجد كلشي. اجمل سفيرة مع اجمل بنت اللي كنت كنحلم نتزوج بها، كنت في قمة السعادة. مهم وصلت شي 2 ديال الليل، المزيكا زوينة، اخيرا تحقق لي الحلم ديالي. شادي نطيق وما تمتكي لي على كتفي، واحد الظلام والجو بارد كان كلشي زوين. طريق خاوية تقول غادي نفيقها حنا بوحدنا، قليل فاش كضوب لنا شي طوموبيل بواحد السرعة كبيرة. شوية سمعت واحد الصوت في الطوموبيل ملي كنضرب في الطابلو كتبان ليا شعلات واحد البولة، البولة ديال السخونية. تبازت بزاف حيت عارف إلا شعلات بولة حمراء خاصك ضروري توقف. ما بينت والو العويشة، شافتني تبدلت كتقول لي مالك، قلت ليها والو غير واحد البولة شعلات وبسطاتني ما عرفت ديالاش. واحد شوية كيبان ليا واحد الطابلو كبير، البياج باقا ليا 5 كيلومتر، قلت الحمد لله بعدا قربنا نوصلو ليه. ولكن في نفس الوقت كنت خايف للطوموبيل توقف ليا فشي قنت قبل ما نوصلو للبياج، حيت البلاصة اللي فيها حنايا اللي حداك ما تشوفوش بقوة الظلام. من بعد ما ضربنا شي 2 كيلومتر تقريبا وصلنا لواحد البلاصة كانت مضوية. راه متعلم من درت السينيالات بربعة وكنت تسني بزاف نشوف واش كاين شي ما عندي في المالا.
قبل ما نزل بالسلاعه صهبت تيت الكابو بزاف، لقيت الطوموبيل ناشفه من الماء، ما فهمت والو. خونا عارفني في الطريق وقال لي كلشي مريقل. حليت الماله كنقلب واش كاين شي ما، والو الدعوه ناشفه وهنا لحنين اللحيم. ما عرفت شنو غادي ندير. جبت التليفون ديالي من الزهر لقيتو طافي نهار كامل وانا كنصور به. اما عويشه مع التلفاه نسات التليفون ديالها، ما كان عندي حتى حل من غير نكمل بحال هكاك. يلا بغيت نقلع وقفات واحد الطوموبيل فيها بعد ديال الدراري غولف سات باينة فيهم ولاد كازا. شافوا الطوموبيل مزوقة بالورد بقاو شادين فيا مبروك والعقوبة لينا سيدي، وكانوا سكرانين. ما بغيتش نعمر معاهم السوق. واحد فيهم قال لي ياك ما خاصكش العيب اخويا، قلتي لي عندك شي شوية ديال الماء الله يرحم الوالدين. قال لي مرحبا. نزل حل المالة ديالو قال لي اجي اخويا اجي. هبطت لعندو وجبد واحد البيدو وقال لي شوف الا بغيتي تزيد ما تسكت ما والو غادي تضرب الكيلاص. قلت له شكرا بزاف. لقيت اللي كندوي معاها لقيت واحد الميكروب ديال صاحبو نزل مشى جيت المدام وكيهضر معاها. وعيشه كانت ميته بالخلعه وما كانتش كتجاوبو. مشيت كنجري عندو ودفعتو قال لي ما تقلق ما والو اصاحبي بغيت غنبارك ليها. فمو خانز ريحه الشراب وليت باغي غنمشي في حالي. واحد الميكروب قال لي ما ماكشيش تدفعو بحال هكا. حل الباب ديال الطوموبيل وتم باغي ينزل عندي. في داك الوقيته الخوت طلع ديماريت ما بقيت باغي لا ما لا والو، عفضت بها بحال هكاك. بقيت غادي وشداني المود ديال الخلعه كنقول دابا غتوقف شويه غتوقف مصيبه كحله وداك المكاريب مازال باقين ورايا. اما واحد عيشه هي اصلا خوافه كانت شاده لي في اليدين ديالي وكتتعهد بالخلعه من الفرحه والسعاده لرعب ديال بصح. المهم كنشوف البياج غادي وكيقرب وانا كنطلب في خاطي كنحاول نطمن عيشه وانا براسي خاص اللي يطمني. شويه كنشوف في المرايا كنشوفهم جايين من ورايا بواحد السرعه اللي خياليه ومخدمين الكلاكسون على الجد حتى تقابلوا معايا وحلوا الزاج وكل واحد فيهم اش كيقول. المهم الصمت طول تحت حاولت نتجاهلهم. عويشه مسكينه عاد ما زادت تخلعات كثر ولات كتقول لي عافاك غير رجعني ما بقيت كاع باغي نسافر. قلت لها صافي ما تخافي والو حنا قربنا البياج. كاين تماك الجندام واخا نعرفو نباتو تماك حتى الصباح. واخا هكاك بقات مخلوعه شويه بديت كنشوف الضوء ديال البياج بحال رحمه الله. قلت لها صافي على سلامتنا حنا وصلنا دابا ما تبقايش خايفه راه نهارنا هذا زعما. مع قرار جيت البياج وبديت كنشم ريحه الشياط. شريت الكابو وكان بزاف ديال الدخان خليتها تبرد ومشيت عند الدراري اللي خدامين في البياج وطلبتهم على شويه ديال الماء. الدراري اللي خدامين تماك كلهم الله يعمر هذا تعاملوا معايا وعطوني الماء. رجعت بقيت جالس حدا عيشه كنحاول نلاهي فيها باش ننسى داكشي اللي وقع. بين ما بدا الطوموبيل خليتها حتى بدات مزيان وزدت فيها الماء. وملي بغيت نديماري قالت لي ديماري انت. عيشت مضارب معاها والو ما بغاتش تتحرك. جبت التليفون ديالي ومشيت كندور عند الدراري شكون اللي عنده شي كابل بحال ديالي. بقيت كنقلب حتى لقيت واحد البنت خدامة تماك عطاتني واحد الكابل. شارجيت التليفون ديالي في الطوموبيل مع شعل اتصلت بمول الطوموبيل في داك الليل حتى هو تخلع. كي صحابني الله يستر غير دارت شي مصيبة. قلتلي حشومة عليك اصاحبي عاودتي داكشي كامل. قال لي والله حتى قلبتها مزيان وراه الطوموبيل ناضية غير شوف شنو وقع ليها في الطريق. قال لي يا سيدي اسمح لينا شد شي طاكسي وسير لوطيل ديالك وصيفط لينا غير لوكاليزاسيون تجي الطوموبيل غدا حتى لعندك. قلت له ودي انا في البياج ما عندي كي ندير حتى نشد الطاكسي هذا. قال لي المهم لقيتي طاكسي هي هذيك ما لقيتيش غير يطلع النهار نصيفط لك شي واحد من مراكش يجيب لك الطوموبيل حتى لعندك. قلت له الله يرحم الوالدين. قال لي الطوموبيل ما ضربش ليه حساب دابا نعيط للديباناج يجي يهزها من تماك. المهم بقيت جالس في الطوموبيل وتكيت داك الكوسان. بيني وبينكم ما كنتش باغي ندوز الليله تماك قلت باغي نمشي للوطيل يلا ندوش ونرتاحو شويه احسن من هاد العذاب هذا. بقيت جالس وحاضي مع المرايا ساعه ساعه كتبان لي الطوموبيل جايه. واحد شويه كيبان لي واحد الطاكسي جاي هبطت بزاف قبل ما يفوتني. وقفت ولكن كان عامر. قال لي فين غادي؟ في السمي ديال الوطيل. قال لي ماشي مشكل نحط الناس ونرجع على قبلك ولكن غادي تعطيني 1000 درهم اي بزاف اصاحبي فاحنا خوت زعما في الدومين ما بغاش ينقص ليا ريال. تي خويا الله يسهل عليك. خلص البياج ومشى. فات البياج وكيبان لي وقف عاوتاني كيهضر مع شي واحد كان صاحبو غير تقى فينا وجه الله
ساعة طلع ميكروب 25 كيلومتر باغي يتخلص بألف درهم. مشى فحالو وبقيت جالس في الطوموبيل ولينا جالسين في واحد ستريس ما تصوروش كيفاش داير. واخا هنا بعدا كاين شوية ديال الأمان، عويشة اللي كانت مخلوعة بزاف. المهم من بعد شي ساعة تقريبا كيبان ليا واحد الطاكسي كان جاي من الجهة المعاكسة. جا وسط لوطوروت نزل وحيد واحد العيبات اللي قاسم من بيهم الطريق وجا الاتجاه ديالنا. وقف حدايا وقال لي واش انت اللي غادي للوطيل الفلاني؟ قلت لي اه. شكون قال لك؟ قال لي واحد مول الطاكسي كبير عشية اللي اتصل بيا وقال لي كاين واحد بيكول في البياج، شحال غادي تعطيني اخويا ونديك؟ قلت لي خويا جدي 500 درهم. قال لي مرحبا سيدي ما كاين مشكل، حتى انت يلاه مزوج نتعاونو معاك. قلت لي عويشة، قلت لها صافي الحمد لله احنا غادي نمشيو للوطيل دابا. بديت كنهبط الحوايج من المالا عندي وحطيتهم في الطاكسي، هزيت داكشي ديالي كامل، عطيت الكابل ديال التليفون لمولاها وسديت داك الطوموبيل وديت معايا الكونتاكت كيف قال لي السيد. المهم شدينا الطريق وصلنا البياج، بالي السيد كيقلب جبت تخلصت البياج. معفتنا البياج لقينا شي 7 ديال الكاميوات والطوموبيلات كانوا مبلاصين على اليمن كيباتوا تماك حتى يصبح الحال، ومن بين هاد الطوموبيلات بانت هي الجولف 6. قلبي تهز فهاد اللحظة هادي، طوموبيل بحال ديال دوك الباش اللي كانوا سكانين. بديت كندوي مع راسي وكنقول لا لا ماشي هما، غادي يكون مولاها عيا وناعس هنايا، ما حدنا غاديين وكنبعدو وانا حاضي المايا. شوية كتب لي ديك الطوموبيل شعلات الضو من بعد ديمارات وتبعدنا. ما بينتش باش ما نخلعش عويشة، بقيت غادي وكنشوف في المايا والطوموبيل غدا ورانا، ما بغاتش الدوبل كاع. حتى مول الطاكسي كان غادي غير بشوية وداك الطوموبيل ما بغاتش الدوبل. مول الطاكسي شافني مقلق هو يقول لي مالكيك لاباس، هاد الميكروب حتى هو كون غير بقى ساكت. عويشة سمعت وقال بحال هكا ودارت لفتات الله، ملي شاف الطوموبيل عرفاتها وبدات كتعاد عاوتاني. قلت لها مالك راه ماشي هما هادوك. شوية الطوموبيل بدات كتقرب حدانا وبدات كتدوبل، ولكن هاد المرة كان الجاج طالع كامل وما كيبان لينا والو حيت الجاج ديالها فيمي. دوبلاتنا داك الطوموبيل وبعدات علينا. مول الطاكسي بدا كيجبد فينا، مالكم ياك لاباس شنو واقع؟ لي والو شريف راه شي مشكل وصافي، حنا غاديين في لوطور ديال الفلوس وما عندكش كيفاش تديها حتى تدخل ليمن. فواحد الوقيته كنضرب على الطريق قدامي كتبان لي داك الكول فوق فات على اليمن وهبطات مع واحد البيست ودخلات. قلت الحمد لله تهنينا من هاد الطوموبيل هادي اللي مبسطانا وكبات فينا الرعب. جولف 6 من احسن الطوموبيلات عندي وليت كنكرهها. ملي قربنا البلايصه اللي دخلت من الطوموبيل مول الطاكسي كيبان ليا كينقص من السرعه. قلت ليه مالك ياك لاباس؟ قال لي والو والو كنسمع شي تقاقيب، وقيل عندي شي مشكل في الرويضه. وبدا كينقص بشويه حتى دخل مع ديك الزنقه اللي دخلت مع الطوموبيل. فهاد الوقيته عرفت كاينه شي حاجه ماشي هاديك، شنقت عليه وبديت كنضرب انا وياه وبقى غادي عافط حتى وصل لواحد القنت هو يسكت وحيد الكونتاك لاحو من الشارجوم وبقيت مضارب انا وياه. ما كاملاش 5 دقائق حتى لقيت الطوموبيله ضايرين بينا 4 ديال الدراري اخرين هما دوك المكايب. هبطوني من الطوموبيل وعطاوني قتلة ديال الكلاب وشدو ماتي وتمو غادين بيها. جا واحد معاهم كتف لي يدي مزيان وتمو غادين بينا بجوج حتى دخلونا لواحد الفيامة تماك. عرفت من بعد ان داك الفيامة ديال مول الطاكسي، ومول الطاكسي من العائلة ديال شي واحد فيهم، وهما اللي عيطوا عليه بالعاني باش يجي يهزنا من تماك. عرفوا السميه ديال اللوطيل اللي غادي ليه بسبب داك الطاكسي الكبير اللي وقفوه سولو علينا. وهنا من بعد ما كنت غادي ندوز احسن نهار في حياتي وليت غادي ندوز اسوأ نهار في حياتي. سدوا عليا في واحد البيت وشدوا عيشة مسكينة اللي كانت كتبكي ومخلوها، دخلوها لواحد البلاصة بوحدها. كنت كنسمع غير الصوت ديالهم، كانوا كيضحكوا مخدمين مزيكا وما على بالهمش. كنت مضارب مع ديك القنبة اللي كانت في يدي وكنت كنتقطع من الداخل، كنبكي وكنطلب الله باش يعاونني. من بعد ما ضربت معاه بصعوبة قدرت نفك هذيك القنبة. بديت كنحاول نوقف ولكن ما قادش حيت كليت شي ضربات في الفخذ ديالي وكنت موعد. المهم جمعت القوة اللي عندي وزيت واحد العصا لقيتها حدايا وتميت قاصدهم. مكنتش عارف منين ندخل عندهم، بقيت متبع غير الصوت حتى وصلت لواحد الباب وحليتو عليهم. فهاد اللحظة كنلقى عويشة مسكينة مكتفة في الأرض وبداو كيحيدو ليها في حويجها، وكنلقى المكايب الخوين كلهم جالسين في كراسة وضايعين بها وكل شي كيشرب.
شديت داك خونا هو الاول اللي كان سايق طاكسي وضربته بداك العصا لراس. مع ديك الغوته اللي غوت ناضو كاملين كيتجاوا لعندي. يلا بغيت نضرب الثاني، غلب عليا وشد داك العصا من يدي. وبعد ضد واحد واخا تكون فيلم هندي غادي نسرخوك. كنت طايح في الارض وكيشتفوا عليا وكنسمع صوت واحد في ودني، هو الصوت ديال عويشه كتبكي. واخا هكاك كنت كنحاول نوض وكنتقاتل معاهم. واحد خونا فيهم هز واحد العصا اللي كانت غليظه بزاف وضرب بحال جهدو لراس. في هاد اللحظه بحال شي واحد تفضل، ما بقيت كنشوف والو ومعقل على حتى شي حاجه. ما ضربتني الفيقه حتى الغد لي مع الجوج ديال النهار. مليوح تحت واحد الشجره وكلي مدقدق. واحد ليت كنت مهلس فيها وما قعدتش الحركه. كنت حدي كنتحرك كيضربني الضوء. ملي بديت كنستوعب تفكرت عويشه. وقفت وكندور في الجناب ديالي ما كيبان لي والو. بقيت غادي واحد المسافه من بعد كتبان لي حتى هي مليوحه وعيانه كيف ولدها تما. عويشه قربت حداها لقيتها باقا كتنفس. كانت باقا عايشه ولكن ما عقلاش. كانت كل هاد الميات من جيت فما وجيت الفخاط ديالها. غطيتها بواحد كارطونه وبقيت نقلب في الجنب حتى لقيت الحويج ديالها. بغيت نلبسها ولكن ما قديتش. يد وحده حيت اليد الاخرى قد يكون كانت زرقاء ومنفوخه، عرفتها كانت مهلسه. بقيت مقاتل بيد وحده حتى لبست داكشي اللي قديت عليه. هادشي كامل كنت كنديرو والله ما عاقل على راسي. كنت مغيب. في هاد اللحظه كان عندي هدف واحد، هو عويشه تبقى عايشه. البلاصه اللي كنا مليوحين فيها كانت قريبه للطروت. حدي خرجت بقيت كنشيا الموقف ليا حتى شي واحد. من بعد الحار ديال داك الضربه اللي كنت مضروب وداك الشمس طاحت مغيب في الارض. وقفت الطوموبيل الاولى الطوموبيل الثانيه وبداو كيضربوا بيا. واحد خونا عطاني الماء، ما كنتش قادر نهضر ولكن كنعت ليه بيدي. داري تبارك الله كان قافز وفهمني شنو بغيت نقول ليه. مشى كيقلب ليا كيسحب وشي صاك ديالي حتى كتبان ليه مراتي مغيبه تم. بدا كيعيط على الناس وكيغوت وجاو الناس كاملين تشوقوا عليها. جات لومبيلونس وهزاتنا بجوج. كنا غاديين في الطريق وكنشوف فيها ما كتحركش كاع وما كتهضرش. كنت غادي شاد ليا في يديا وكنبكي بواحد الطريقه اللي خايبه وما قادرش نتحرك. من بعد عاوتاني داتني عيني. هاد المره ملي حليت عيني كيبان لي غاد الضوا قدامي وما فهمت والو. واحد الفاميليه جات عندي وقالت لي واش كتسمعني؟ بقيت كنشوف فيها وما قادرش نهضر. خلاتني متكي تماك ومشيت كنجري عند طبيب. قالت لي رفاق جاو كيتجاو لعندي وشد لي داك الطبيب في يدي. قال لي لك انت كتسمعني وراك مزيان على يدي. جات باش غادي نوراك ما كانش ولكن حركت يديا. قال لي الحمد لله على سلامتك، ملي دزتي من هادي راك غادي تولي بخير، غادي تصبر وتقاتل. هو كيهضر معايا وانا كنفكر في حاجه وحده، داكشي كامل اللي وقع في داك الليله اللي ما بغاتش تصات ليا. بحال هادشي كنت كنحضر لي غير في الافلام. عماني كنت كنتوقع شي نهار غادي يوقع لي حتى انا بحال هكا. وفشكون في اعز وحده عندي في الدنيا من بعد الوالده. دازت 3 ايام وانا فايق ولكن ما خلاو حتى شي واحد من العائله ديالي يوصل لعندي. من بعد قدرت نهضر شويه وبديت كنتحرك. السبيطار اللي كنت فيه الصراحه تهلاو فيا وداو خدمتهم. جا عندي الطبيب وقال لي كان عندك ارتجاج في المخ والحمد لله دابا وليتي شويه. اول واحد غادي يدخل عندي هم البوليس. سولوني وجاوبتهم على كاع داكشي اللي بغيت. قال لي واش عقلتي على الطاكسي؟ قلت ليه لا. الماطيكيل ديالو لا. عقلتي على الناس هادو؟ قلت ليه لا. ديما عقل على والو. قال لي خاصك تعاون معنا باش ما تكتبش هاد المحضر بسميت مجهول. قلت انا ما كرهتهمش يتعدموا كاملين ولكن الغال الله راني ما بقيتش عاقل. قلت انا ما عارفش حتى اليوم شناهو. قال لي ماشي مشكل نخليوك ترتاح. هيا نما التليفون ديالي واي وقيت تفكرتي شي حاجه عيط لي في اي وقت. قلت لي شكرا. من بعد دخلت عندي الوالده. الوالده مسكينه تلاحت لي على رجليا وكتبكي. كتبكي وكتقول كلمه وحده، عوينا هادي ولي وضاباتك. من بعد دخل الوالد وخوتي. واحد المنظر حداك تشوف ليهم فوجاهم تازم ديال بصح. اول وحده غادي نسول عليها هي عيشه. تم كيديها وفينا هي؟ الوالده بقات ساكته وما قدرت تقول لي والو. بقات كتشوف في الوالد. هاد الوقيته هادي صافي طاح مني النص. قلت عندك تكون وقعت لها شي حاجه. قلت لها الوالده عايشه فينا هي؟ قال لي الوالد ما تخاف ما والو ولدي راه لاباس عليها.
يلا خرجت هذه 4 أيام من السبيطار حتى هي ولدي حالتها. قلت كيفاش 4 أيام على شحال وانا هنايا؟ قال لي راك دوزتي 15 يوم وانت في العنايه المركزه، والحمد لله دابا الطبيب قال لي راك وليتي بخير، غادي تزيد واحد 3 أيام اخرى وغادي نديوك للدار. من بعد جات عندهم واحد الفاميليه وقالت لهم كلشي خرج خليوه يبقى بوحدو. ارتحيت داك الوقيته وغادي نتفاقع، بغيت نشوف غير عيشه، لدرجه وليت شاك فيهم وقعت شي حاجه لعيشه ما بغاوش يقولوها ليا باش ما نتخلاش. عيطت على اختي الصغيره وقلت لها اختي انت اللي كنتيق فيك، فين هي عيشه؟ قالت لي والله اخويا حتى بخير، راه هي مسكينه راه مأزمه بزاف، راه حتى واحد فينا ما قدر يهضر معاها، وهي اللي بغات تمشي للدار وما بغاتش تبقى في الكلينيك. خرجت اختي وبقيت متكي في بلاصتي وكنبكي، حيت انا اللي كنتحمل المسؤوليه، ما قدرتش نحمي الماء ديالي. من بعد ما الخوت ديالي عرفوني فقت بدا كيجي عندي بالواحد بالواحد، وكانوا كاملين معصبين، قالوا لي شكون هاد خونا اللي دار هادشي كامل، والله تمشيو ليه نقتلوه. قلت لهم والله اخوتي ما بقيت عاقل على شي حاجه، انا قولوا لي غير عايشه واش بخير ولا لا. قال لي راه بخير، الحاله ديالها غدا وكتحسن، راه هي ما باغا تشوف حتى شي واحد، راك عارف داكشي اللي وقع ماشي سهل. جات لوقيته وخرجوني من الكلينيك وداوني للدار. ارتحيت غير شي 4 أيام وجاني واحد الملل اللي خطير بزاف، ما بقيتش قادر نجلس، كنت كنموت ساعة ورا ساعة، بغيت غير امتى نخرج ونمشي نشوف عيشة. من بعد تقريبا 20 يوم وليت قادر نتمشى مزيان، لبست الحويج ديالي ومشيت لعند عيشة لدارهم. هاد المدة كاملة عمرها ما جات لعندي، وليت كنقول مع راسي ياك ما مقلقة عليا حيت انا اللي مقدرش نحميها. وصلت قدام الباب ديال دارهم دقيت ويتحل عليا بمها، كانت يدخلها ولدي دخل مرحبا بيك، قالت لي اسمح لي بزاف عمرني قدرت نجي عندك، ولكن انا اللي مقابله عيشه ما كاينش اللي غادي يقابلها من غيري. قلت لها ماشي مشكل. دخلت وجلست في الصالون وقالت لي ولدي شنو تبغي تشرب؟ قلت لها خالتي راك عارفه انا ما بغيت والو، بغيت نشوف غير عيشه. قالت لي ولدي عيشه راها في البيت ديالها وسد عليها وحتى شي واحد فينا ما كيشوفها، ما بغات تهضر مع حتى شي واحد. نطلع لحدا البيت ديالها وبديت كندق عليها، كنسمع فيها كتبكي وما قادرش تحل الباب. جلست حدا الباب وبقيت كنطلب فيها شحال باش تحل لي الباب، قلت لها باغي غير نهضر معاك. من بعد حلت الباب ورجعت جلست في بلاصتها، دخلت وسديت علينا الباب وبقيت كنهضر معاها شحال. قلت لها عارف انا اللي كنتحمل المسؤوليه ديال هادشي كامل اللي وقع، انا اللي ما قدرتش نحمي ماتي. قالت لي لا ما تقولش بحال هكاك، قالت لي هادشي كان مكتوب لينا، مي هادشي اللي وقع ليا عمرني في حياتي كنت كنتخيلو شي نهار، ومحال واش باغي نقدر نعيش مازال من ورا هادشي. قلت لها علاش كتقولي بحال هكا؟ انت راكي ماتي وغتبقاي ماتي حتى تفارقنا الموت. كانت عايشه ماشي هي هذيك، تحت عينيها الزرق يعني النعاس ما كانتش كتشوفو. ملي دويت مع الام ديالها قالت ليها كتفيق بالليل وكتبدا تغوت بواحد الطريقه اللي خايبه بزاف، والطبيب ما دار ليها والو، خرج لها غير شي دويات كيكالميو وشي فانيت ديال النعاس. ما بغيتش نبزز عليها بزاف وخليتها في دارهم، وبقيت كل نهار كنجي نهضر معاها شويه وكنبين لها بلي داكشي اللي وقع راني نسيتو، وانا ما نقدرش نعيش بلا بها واخا ما عرفتش شنو وقع. بقيت معاها تقريبا بحال هكاك المده ديال شي 15 يوم ولا 20 يوم وانا كنهضر معاها يوميا، حتى بدات كتطلق وكترجع كيف كانت في الاول. من بعد قلت لها خاصنا نمشيو لدارنا. داكشي اللي كان هزيت للدار عندي وبقات معنا الام ديالها واحد السيمانه في الاول. من بعد ما مشات الام ديالها بدينا في المعاناه من جديد، ولات ديما عويشه من بعد ساعه ديال النعاس كضرب الفيقه بالغوات، كبدات تاع فيا انا وباغا تضربني. كنت كنوض بزاف نعطيها الدوا ديالها وكنبقى نكالمي فيها حتى كتولي شويه. من بعد ما تاحيت وحسيت بالقوه ديالها رجعت كيف كانت في الاول، جلست مع عيشه في الطبله وقلت لها عيشه انا جاو عندي البوليس وعطيتهم داكشي كلشي غلط، انا باقي عاقل على كلشي وعاقل عليهم بالواحد بالواحد، ولكن انا ما بغيتهمش يتعاقبوا، بغيت انا اللي نعاقبهم. الا بغيتي حياتنا ترجع كيف كانت في الاول خاصنا ننتقموا منهم واحد واحد، ولا ما بغيتيش؟ قبل ما نكمل الهضره حطات يديها على فمي وقالت لي حتى انا كنت باغي نقول لك هاد الهضره هادي، ولكن ملي الشق قلب وجهك ما بغيتش نحكر عليك. قلت لها اول خطوه غادي نرجعوا لحياتنا طبيعي كيف كنا في الاول، انت غتكملي الخدمه ديالك في الفارماسيان وانا غادي نكمل الخدمه ديالي في طاكسي، من بعد شهر تقريبا عاد غادي نبداو الخطه ديالنا. قالت لي صافي مشات. من بعد تقريبا شي 4 أيام حتى شي واحد ما فهم فينا شي حاجة، كتبان ليهم عيشة رجعت كيف كانت في الأول، لبست حويجها ومشات الخدمة ديالها، وأنا شديت الطاكسي ديالي ورجعت خدام.
لقيت لي كتكون عندي خاوية ما كاين غير لونطايما. المهم داز الوقت وداز داك الشهيه اللي كنا متفقين عليه. مشيت عند خونا اللي كان كاين عنده الطوموبيل، مع شافني قال لي انت فينك صاحبي؟ اللي كنتسناك تصيفط لي لوكاليزاسيون ما صيفطتي والو، كنعيط لك التليفون ديالك طافي. قلت لي كان واقع لي واحد المشكل، ولكن الحمد لله داز بخير وعلى خير. هي مي سول فيا باش يعرف المشكل، صداتو. من بعد قلت لي بغيت شي طوموبيل، بغيتها شي 4 ايام. ركبت في الطوموبيل وعفطت عفطه وحده ديريكت لمراكش. وصلت للبياج وكنتفكر داك الشيء كامل اللي وقع بحال يلاه وقع اليوم. حديفت البياج بشويه، بقيت حادي مع ديك الدخله ديال لوطوت. شويه كيبان لي واحد البيست وانا نهبط ليه. بقيت غادي كنتفكر حتى وصلت للبلايصه اللي وقفت فيها الطوموبيل ديالنا. من بعد هبطت على رجلي وبقيت غادي بشويه بشويه حتى وصلت للباب ديال الفيرما. لقيت الباب ديال الفيرما تبدل، كان في الاول ديال القصدير وساهل يتحل. دابا ولا مصوب مزيان وباب ديال الحديد. سبعة النقشات ديما ما كتخطانيش. مشيت لذاك الباب وبديت كندق، هو يحل عليا واحد السيد خارج بالكلب ديالو. قال لي شحب الخاطر تي ديال من هاد الفيرما هادي؟ قال لي ديال واحد الراجل سميتو الحاج العالمي. قال لي هو ولد سطات وكيجي مرة. قلت شحال وانت خدام هنايا؟ قال لي الله دابا شي 15 يوم. قال لي الناس ديال الدوار تشكاو من مول الفيلا وقالوا لي الفيلا ديالك كيجيو شي شماكه هي كيسكروا فيها وراه كيديروا لينا الصداع هنايا. داكشي علاش عاود صوب البيبان وحطني انا خدام فيها. رجعت ركبت في الطوموبيل وشدي الطريق ديالك لمراكش. النمره ديال القيمه ديال داك الطاكسي عمرها تنسى ليا، النمره ديالها 123. مشيت لواحد المحطه ديال الطاكسيات وبديت كنسول على هاد النمره هادي. بحكم ان مراكش ما كبيرات بزاف دغيا عفوها، وقالوا لي مولاها راه تيكون في واحد القهوه عنده شي 4 الطاكسيات. دخلت لمراكش وبقيت كنقلب على ديك القهوه حتى لقيتها. من بعد سولت على الحاج عمر اللي عنده هاد الطاكسيات، بان ليا جالس وشاد واحد الكتاب. مشيت سلمت عليه قال لي مرحبا بك، ياك ما باغي تخدم؟ قلت ليه لا، بغيت نسول على واحد الطاكسي 123 الرقم ديال القيمه ديالو شكون اللي خدام فيه. قال لي واش غادي نقول لك اولي، كل نهار خدام فيه واحد. نهار العرس ديالي نهار 1 شهر 7، عاقل عليه. قلت لي عمي نهار 1 شهر 7 عاد ما كان طاكسي في الليل. قال لي ولدي انا ما مساليش لهاد الخريف ديالك واش انا ما عندي ما يدار. قلت لي اسمع عمي، هاد الطاكسي اللي كندويلك عليه راه ضرب بنتي صغيره وهب، انا جيت باش نفاري معاك حبيا وتخليني نتلاقى مع الشيفور ونفاري المشكل ديالي انا وياه. ما بغيتيش غادي نمشي عند البوليس وغادي نشدو لك الطاكسي ديالك للفوريان. بدا كيتمتم وكيدخل ويخرج في الهضره. من بعد قال لي بلاتي نشوف، جبد الكتاب ديالو وبقى كيرجع في لادات وقال لي اش من وقت؟ تي مع 11-12 ديال الليل. قال لي كان خدام فيها الدري سعيد، ولكن راه مع 10 كيحط طاكسي ممنوع عليه يهزو في الليل. قلت يا سيدي ماشي مشكل، عطيني غير العنوان ديال هاد سعيد. بقى كيقلب في التليفون، هو يجبد فوتوكوبي ديال لاكارت ديالو ديال بي ام اي وديال بي ام اي كونفيونس. عطاني لاكارت ديالو قال لي سير خويا منك ليه. حدي شفت لاكارت وشفت صويرتو عرفتو هو هذا الميكروب. كنت ساعة كندوي في التليفون مع عويشة وكتقولي أمضى فين وصلتي. عويشة اللي كانت خوافة ما بقاتش كتخاف، ولات واحدة أخرى. كنت كل جديد كنقول لها شنو كاين. من بعد ما وصلت العنوان ديال داك خونا كنت ساكن في واحد الدوار، ومن الزهر ديالو الدار ديالهم جات معزولة. وصلت حتى الباب وبديت كندق، ما كيحل حتى شي واحد. كان دايز واحد الدري صغير كيساحل بهيم، قال لي خويا هاديك الدار ما فيها حتى شي واحد، ساكن فيها واحد راه ما كاينش دابا، ما كيجي حتى الليل. قلت شنو سميتو؟ قال لي سعيد. قلت صافي هو هذاك. بقيت كندور كنتسلت حتى نقصت للداخل، فرقعت واحد القفل وبقيت كنتسنى فيه في داك الدار. حدها طاحت الظلمة تم داك الميكروب جاي. كنت كنشوف فيه من بعيد هو كيشوف الطوموبيل اللي جيت فيها، حيت كانت مبلاصية في واحد القنت ما كاين والو تماك. بقى كيستغرب كيدور كيشوف الطوموبيل وكيطلب في الجاج لداخل. من بعد حل الباب ديالو وتم داخل. مع دخل لقاني جالس. خونا معقلش عليا مزيان، كان سكران داك النهار وما ردش ليا البال. نطت عندو الخوت، كان بالامكان ديالي نضربو بشي زواطا ولا بشي حاجه ونغيبو في الارض، ولكن كنت بغيتو يتعذب بشويه بشويه. خونا باينه فيه خواف وما قاد يهز حتى ضربه، كان صحيح غير حيت كانوا معاه الاخرين. خلطتو مزيان ومن بعد كتفتو. تيبكي وش يقول لي شنو بغيتي عندي؟ شنو درت ليك؟ كان انت غادي تعرف كل شيء. بديت كنفكر فيه، حد عرفني انا شكون؟
السيد كيبان ليا فزك السوال ديالو حيت كانت باينه في عينيا ما غاديش نرحمو. قال يسمح ليا بزاف، راني كنت سكران وهما اللي لعبوا بيا. قلت ليه واخا سيدي ماشي مشكل، شكون هما؟ قال لي ما كنعرفش ثلاثه تماك، كنعرف واحد اللي ولد عمي، عطاني السميه والكنيه ديالو والعنوان فين ساكن. من بعد جبت التليفون ديالي وعيت ابل فيديو للمدام عندي، وريت هذاك الكلب اللي كان مكتف وكان كامل دمايات. حدو شافها في التليفون بدا كيبكي وكيطلب فيها، عافاك اختي سمحي ليا، شاب ولد عليا هادشي كامل. هي كتعاير فيه وكتبكي. فيكسيت عليه الكاميرا ومشيت للطوموبيل، حليت المالوج جبت واحد البوديزا وخويت عليه ليسانس من الراس ديالو. من بعد خليت واحد الخط طويل ديال ليسانس وبعدت من حداها وبقيت كنصور فيه. شعلت العافية وبقيت كنتفرج فيه حتى تحرق، حتى مات على خاطر. من بعد ركبت في الطوموبيل وزدت في حالاتي، رجعت الطوموبيل مولاها ورجعت لحياتي الطبيعية. لقيت عيشة كانت فرحانة. مسمار الأول طرقناه حيت خونا ولد عمو ما بغيت نقلب عليه دابا، عرفتو غادي يكون مول مع الموت ديالو. خليت حتى دازت تقريبا شي شهر ونص عاد بديت في العملية الثانية. دويت مع عيشة باش تعطيني شي فانيد إيفيكاس، تاكل وتنعس في البلاصة. حيت كاين واحد الفانيد ولكن مازال شاكة فيه واش المفعول ديالو كيعطي ولا لا. لا صافي ماشي مشكل، غدا نسول على شي فانيد اخر. قلت لي واخا. قلت لها شرب بعد هاد الكاس ديال اتاي. مع شرب داك الكاس من بعد 5 دقايق جبدت عليه ما بقيت عقلت على والو. قالت لي ملي فقت قالت لي الفانيد إيفيكاس، راني جربتو فيك وطحتي في البلاصه. شديت جوج فانيدات منو ودقيتهم مزيان حتى ولاو غبا، وخليتهم في واحد الميكا عندي في الطاكسي، وبقيت كندور كنقلب على داك خونا فين ساكن. بحثت عليه مزيان، عرفتو فين خدام وفين كيعمر، فين كيمشي، فين كيجي، عرفت عليه كلشي. عرفت ان الميكروب ملي كيسالي كيمشي لواحد القهوه، واحد القهوه اللي قريبه للخدمه ديالو، وملي كتوصل لعشرات الليل كيشد طاكسي حمر وكيرجع ديريكت للدار. كانت هادي هي الوجيبه ديالي، ولكن ما كنت باغي نقتلو ديريكت. كان خاصني نعسو وندير شي دار اللي بعيده، نكتفو نسلخو مزيان تماك باش يعطيني الخبار ديال داك الثلاثه اللي بقاو. وهذا الصراحه جبد ليا مشكل، ما كنتش عارف فين غادي نمشي. الغد لي جات عندي عيشه وعطاتني واحد السوات، قالت لي عندنا واحد الدار في العروبيه راه خاويه وما كيمشي ليها حتى شي واحد، خصوصا الا مشيتي بالليل ما كاين اللي يديها فيك. النهار اللي غادي ندي داك خونا مشيت في الصباح قبل ما نوجد ليه، كريت الطوموبيل ومشيت انا وعويشه. مشينا للدار وشفناها وجدت فيها كلشي. قالت لي انا غادا نتسناك هنايا، بغيت نشوفو كيتعذب كيف تعذبت انا قدامي. مهم داكشي اللي كان، خليت عيشة تماك وساعة ساعة كنعيط لها في التليفون. مشيت للقهوة اللي كيجلس فيها داك الميكروب وبقيت جالس ودي راسي كنلعب في التليفون. كل مرة كيخرج واحد من القهوة تيقول لي خويا واش خدام، كنقول لي لا. في واحد الوقيتة كيبان لي داك الميكروب خارج من القهوة معاه واحد البنت، جا عندي هو يقول لي خويا واش خدام، قلت لي اه. هو يسلم على البنت من الحنك للحنك ويقول لها صافي سي انتيا. طلع لي الدم ملي عرفتو ماشي هو اللي غادي يمشي معايا، غير صيفط معايا غير البنت. نفضت عفطه وحده حتى بعدت من حداها وانا نشد لها طاكسي اخر. قلت لها سمحي لي بزاف عندي واحد البنت مرضات ليا. رجعت كنجري للقهوه وكنطلب يا ربي القهوه باقي واقف. ضرب دوميتو عاود توقفت كيبان لي مازال كيهضر مع واحد الدري شويه ويقول لي خويا واش خدام. قلت ليه طلع. ركب حدايا وقلت ليه غتسمح لي واحد الدقيقه الله يحفظك. قلت ليه راني شحفت غادي ناخذ غير شي مناضه. ديك الساعه كان المود ديال الصاد. وقفت عند مول الحانوت وخديت قاعه ديال المناضه وخديت لي حتى هو مناضه وشديت داك الميكا تقبت لداخل. تميت قاصدو من جهه ديال الباب ودرت راسي زعما كنحل فيها، وانا كنت حاله ديجا وخشيت في هذاك الدواء. قلت ليه هاك بالصحه. قال لي علاش عذبتي راسك صاحبي، يلا شربت في القهوه. قلت تاخذ هاني يا صاحبي. درت من الجهه الاخرى وجلست حداه. كنت ديجا ربيت واحد الحياه باش حتى شي واحد ما يعرفني، ولكن هاد المكايب كانوا سكرانين معقلين على والو. خونا بقى غادي وكيشرب في داك المناضه حتى كملها كامله. مكملاش 10 دقايق كيبان لي خونا غيب. عفطت عفطه وحده بلاصيت حدا الطوموبيل اللي كنت كاي، حليت الباب ديالها وبقيت مقاتل حتى حولت وليها. هاد الميكروب ماشي بحال الاخر، كان تقيل شويه. اليد اللي قلت لكم كنت مالس فيها الحمد لله الطبيب قال لي الهرس ما كاينش، ولكن الحمد ديالك مدغدغ هو اللي زاق. وهاد الميكروب مع تقيل عاود رجع لي داك الالام عاوتاني. حان انتقام اللي كان فيا نساني هادشي كامل. بلاصه الطاكسي بعيده، رفضت عفطه وحده بهاد الميكروب. ملي خرجت من المدينه رجعت للور وكتفتو مزيان من يديه.
حيت هذا كان صحيح عليا وانا ضراني يدي. من بعد ما وصلت كان خونا باقي مغيب. قالت لي عويشه هاد الفانيد هذا كيبقى شي 8 سوايع عاد بنادم كيفيق، ولكن هي عندها الطريقه الخاصه ديالها كيفاش غادي تفيقو. وصلت قدام الباب لقيتها كتسنى فيا، حليت الباب وتميت جارو بشويه بشويه. جات هي عاونتني فيه حتى جلسنا في داك الكرسي وكتفناه مزيان. سدينا الباب وبقينا شاعلين غير الشمع. خونا ملي فاق كيبان لي بحال شي فيلم ديال الرعب، ما فاهم والو. انا الميكروب ما عرفنيش، ولكن هي حدا شافها عافها، حدا راسو فلود وبدا كيبكي وتيقول لها سمحي لي يا اختي، والله اختي لا شرب ولي دار لينا داكشي، وانا اصلا ما كنتش متفق على هادشي كامل. هذاك الباش اللي كانوا معايا هما اللي خرجوا عليا. جبدات ورقه وستيلو وبدات كتقيد. قالت يعطيني السميه ديال الاول، قال لها سميتو خالد وساكن في البلاصه الفلانيه، والثاني سميتو عبد اللطيف، والثالث سميتو هشام. قيدت العناوين ديالهم كاملين والتليفونات المعلومات ديالهم كاملين. من بعد قالت ليها اجي دابا ندوزو ليك. عائشه اللي كانت كتخاف من كل شيء صدماتني. انا بقيت غير جالس. شدات داك سبعه النقشات اللي كان عندي وقربت حداه. تخيلوا الخوت شنو دارت، والله ما تصور بالله. شدات داك سبعه النقشات وغزات لي في العين ديالو. مع جبدات داك سبعه النقشات كيبان لك خونا هبط الراس ديالو ومبقاش قادر يتحرك. شويه عائشه بدات كتغوت وكتبكي وكتجبد داك الموس وكتعاود تشكو فيه عاوتاني، حتى تقبات لي الوجه ديالو كامل. شديتها وحيدت لها داك سبعه النقشات وغسلت لها يديها من داك الدم. طلعت الطوموبيل ومشيت للمالا جبدت واحد الخنشه كبيره، بقيت مقاتل مع داك الزبل اللي قديكم تقيل بزاف. جات عاوناتني الزينه في المالا. عويشه قبل ما يموت جده كانت ديما كتجي لها العربيه وكانت حافظه مزيان. قالت لي كاينه واحد المقبره هنايا. مشينا داك المقبره ولقينا واحد القبره كانت في حفره كبيره، ما عرفت واش قبر ولا حافرين والكلاب ولا شنو. لحتو تماك ولحت عليه شويه ديال الطاب وهابنا في حالاتنا. ديت داك الطوموبيل لافاج. من بعد رجعت لمولاها ورجعنا عاوتاني عايشين كيف الاول. من بعد تقريبا شي 15 يوم بدينا كنوجدوا للضحيه الثالثه اللي هو خالد. خالد هو مول الجولف سات لاباس عليهم، شبعان عياقه وتا شي واحد ما كيحملو في الدب. خالد بحال التعليم مزيان، لقيت حياته كامله متعلقه غير بلاصه ديال الميسكيلاسيون ومن بعد قهوه ديال الشيشه. المشكل ديال خالد هو انه ما كيشدش طاكسي، عنده طوموبيل ديالو. داكشي علاش قلنا خالد غادي نخليوه هو الاخر. دوزنا الخطه لجيت هشام. هشام عنده بوتيكه، ما كاين غير الحطات والعشق ديالو هما الماطه. بقيت كندور ليه بجنابو حتى هو، حتى عرفت عليه كلشي. عرفت انه ما كيتفاكش مع الموطور ديالو، وحتى هو ما غاديش يحتاج طاكسي، ولكن كاين حل باش نخليه يحتاج طاكسي. كانت عنده بوتيكه وديما مع 11 ديال الليل كيسد البوتيكه ديالو وكيشد الموطور ديالو وكيمشي للدار. نهار اللي قديت لي البلان ديالو دزت مع 10 ونص من حدا المحل ديالو. بقيت كندور من حدا الموطور. من بعد جبت ديك سبعه النقشات، تقبت ليها رويضه اللورانيه والقداميه. بقيت عاست عليه من بعيد شويه، كيبان ليا كيشوف في الموطور وشد فاسو شويه، بدا كيدخل الموطور للكراج وسد المحل ديالو. هاد اللحظه ديماريت ودزت من حداه وانا متقل. الزنقه اللي عنده فيها بوتيكه خاويه بزاف، وانا عارف هاد النوع ما كيبغيش يمشي على رجليه بزاف حيت كيخاف من الشفاره اجا ما يخرجوا للشارع. بنت لي هنا بحال بان لي شي ملاك، بدا كيشيع عليا وكيضحك. قال لي والله خويا الا جابك لي الله. ملي طلع هو كيتشكى عليا، حاسديني في الدباله مطوب بالعاني في الشوليه اللي هويد، ولكن الله ابوهم انا معاهم في الحرب. ردان ديال لمو شي شاك ما تكون غلط من هذيك اللي في خاطري الا بقيتي عايش. ضربت انا ويا واحد المسافه طويله تا هو وكتي بلاتي بلاتي نبغي نجيب واحد قاعه الماء. مشيت وما جبتش الماء، جبت واحد جوج قواعد ديال العصير صغار. حليت الغلاقه ديالو خويتي داك الفاني ديال النعاس وما عطيتو ليه كيف لاخر. شد داك العصير وهبط عليها هبطه وحده. خونا كيبان لي غادي وكيكمع، ولكن هاد خونا ما اثرش فيه الفانيد وما نعسش كاع، ولكن راسو كان ثقيل. كنت باغي ندير نفس البلان ديال لاخر، كنت كاري الطوموبيل موجده، ولكن خونا ما بغاش ينعس. ملي شفتو طول بزاف فانيت واحد الفان الصيك. جبدت واحد الزواطه اللي ديما حاطين عندنا في الطاكسي وضربتو بها الراس، عاد هو يغيب. مشيت كيف العاده زيت الطوموبيل اللي كان بلاصه بعيده في واحد البلاصه خاويه. بقيت مضارب مع داك خونا حتى لحتو عندي، ومن بعد بلاصيت الطاكسي وديت داك الميكروب. بقيت المدام كتسنى فيا، جلسنا حتى هو بقينا كنتسناو فيه فيق. ملي تعطل ماتي شدات واحد البيكه وبقات كتلعب بديك 17 حتى سخناتها مزيان وحطاتها لي في الحنك ديالو.
السيد فاق بلا لا يطاوع عليه. ناض مخلوع، شنو بغيتو عدي؟ ناضت عنده وقالت ليه عقلت عليا صراحة الخوت عايشة ولات كتخلعني. بقى كيشوف فيها وقال لها اختي عقلت عليك والله اختي حتى ندمت واحد الندم كبير. في الاول انا ما كنتش موافق معاهم، خالد هو اللي دار لينا هادشي كامل، وانا مع الشاب والله ما عقلت على راسي. قلت لي قبل ما نبداو بغيت نوريك شي حاجه في التليفون. بدا التليفون وراتو داك خونا الاول اللي تقبلت لي عينيه، الميكروبا صوراتو بالعاني بغات تدوز عليه العذاب كيف دوزو عليها. ما شاف خونا غارق دمايات وسبعة النقشات مزروع عليه في العين ديالو، السيد بدا كيبول في حوايجو. عيشة كتكون عادي شوية كدا تبكي وكدا تشتك فيهم هداك الجنوي، وهادشي اللي دارت هاد خونا تا هو خشات فيه 17 غوزة خليتها على خطرة حتى سالات. من بعد كيف العادة خشيناها في واحد الخنجة وديناها حدا خو في داك الحفرة وهدمناهم بجوج. الخبار بدات كدور على الاختفاء ديال هاد الجوج هادو، ولكن حتى شي واحد ما جايب الخبار واش حيين ولا ميتين. كنت عارف راسي في الاخر غادي نمشي للحبس، ولكن الا انتقمت للشرف ديالي ماشي مشكل، الله يجعلهم يضربوني 40 عام. مهم هو انتقم لماتي. دابا بقاو لينا جوج ديال المكايب، عبد اللطيف وخالد اللي هو مول غولفسات. دابا غندوزو لعبد اللطيف. عبد اللطيف قزار وفي نفس الوقت داير شوية قدام المحل. دازت تقريبا شي 4 ايام وانا كنمشي عنده، حتى ولا كيشوفني عنده بزاف، معروف عنده غاب مول طاكسي. الحياة اللي كانت مربي حتى شي واحد فيهم ما قدر يعقل عليا، عاد زيد كيف قلت لكم كانوا سكرانين. بقيت عاس عليه واحد النهار من بعيد وعرفته كيسد مع الوحدة ديال الليل وهو بوحدو اللي كيبقى في المحل. وجدنا لي تاهو نفس البلان ديالو، كريت الطوموبيل كيف العادة حطيتها في القنت اللي كنمشي ليه. بقيت عاس عليه من بعيد حتى بغى يسد وانا نوقف عليه. مع شافني قال لي مول طاكسي تعطلتي اليوم. تي والو اعتقني خوك كان موت بالجوع، واحد الكليان هو اللي عطلني. قال لي والله ما عندي كي ندير ليك، راك دي خضرت لداركم وطيبو. تي والو ما كاينش اللي غادي يطيبو صاحبي، البوطه هي اللخا ما عنديش، راني عايش غير بوحدي. تي واخا تعرف جبد ديال الفاخر انا نشعلو بوحدي. قال لي يا سيدي ما كاين بس انت كليان ديالنا. مشى جبد الفاخر وبدا كيشعل. من بعد جبدت المناضه وعطيتها ليه، قلت ليها شاب شاب. قال لي والله تا هي اللي خاصاني وقيتيني واكحه صاحبي. هبط على داك المناضة هو ينعس. هات الميكروب كي غادي تتهزو في الطاكسي ومن بعد في الطوموبيل الاخرى، مستحيل هات الغلايد ثلاثة وما يقدوش يهزوه. ما كان عندي حتى شي حل، طفيت داك الفاخر وهبطت علينا ريدو. عيطت لعيشة ابي الفيديو وقلت لها شوفي انتي غا قولي شنو باغا دير وانا غادي ندير. قالت لي دير ليه اللي بغيتي، المهم نشوفو ميت وجي حيدني من هنايا. شديت داك الجنوي ديالو باش كيدبح وانا ندوز عليه حتى قطعت لي الراس ديالو. شافتو ابي الفيديو من بعد ديماري الطاكسي وزدت فعلاتي. لقيتها اللي كنت خارج من عنده شافني العساس قال لي فين هو القزار. قلت له الله اعلم. ديك الساعه تخلعت ديماري الطاكسي وهربت فحالاتي. بقيت حادي من المرايه كيبان لي العساس كيطل تحت شويه بدا كيغوت. صافي مشينا فيها. الخبر ديال هاد القزار هذا دارت بوم في المدينه، كلشي ولا كيدوي على هاد الموضوع. المصيبه الكبيره هي واحد الفلاح كان كيدور شم ريحة خايبة كيسحب شي كلب ميت ملي طل كيلقاهم بنادم، وعيط على الجوندام اللي كاينين في ديك العربية. والجرائم بثلاثة تعافوا، والجولف ملي عاف عشانو كاملين ماتوا بدا كيحس بالخطر، حيت كاع المصائب اللي كان داير كان دايرهم معاهم. وحتى انا كنت عارف راسي قررت نتشد. دويت مع عيشة باش تخوي راسها من هادشي هذا. حتى الا بغيت نتشد بغيت نتشد بوحدي، الا تشديتي معايا غادي نتاهى تماك. خلعتها وصافي، هي ما تقنع فيا باش تبقى معايا ولكن منعتها. بقيت خدام في الطاكسي والصراحه ما كنخدم ما والو. بقيت عاسغ على داك خونا كنشوف فيه كيفاش كيركب في الطوموبيل باينه لي الخلعه في الوجه ديالو، راكب مخلوع غادي مخلوع جالس في القهوه كيتلفت غير بوحدو، عارف ان ساعته قربات. حتى لواحد النهار كنت خدام كيعيط عليه الوالد البوليس كيسولو عليك. ساليت الخدمه ديالي ومشيت لعندهم. قال لي امضى الحادثه اللي كانت وقعت لك انت والمدام، عقلت على شي حاجه ولا والو؟ قلت ليه لا ما عقلت على والو. قال لي ولكن ماتك راه عاقله، عاودت لينا شي حاجه قبل ما تفيق نتايا، غير بغينا نتاكدوا من عندك وصافي. قالت لينا شي جولف سات والجاج ديالها فيه مي واللون ديالك حل وشي طاكسي داكم. قلت شاف انا ما عقل على والو. قال لي سبحان الله حتى داك الشيفور ديال الطاكسي لقاوه ميت في مراكش.
ودابا لقى واحد جوج عندهم شي قرابه مع داك السيد في مراكش. العجب تيشاف سالي تيمكن يمشي لي انت غتمشي دابا، ولكن دير في بالك راه ما غتمشي حتى شي بلاصه، ما تبقى حدانا حتى نبحثو مزيان في هذا البلان هذا. كي صافي ان شاء الله، ولا خاصني نزاب اليوم قبل غدا. داك الميكروب خاصو يموت قبل ما نتشد. العساس اللي شافني خارج من عند القزار جاب الله ما عقاش على النماء ديال الكريمه، ولكن انا عارفهم غادي يوصلوا ليا. الى شعل الكاميرا ديال الشارع غادي نشوفوا الطاكسي، وداك الساعه غادي نكون ضبط عليها وباقي ما كملتش المهمه ديالي. المهم رجع الطاكسي لمولاه، كيت مع عند خونا الطوموبيل واحد سيمانه خليتها خاصه غير داك الميكروب. واحد النهار عيط عليه الوالد وقال لي عاوتاني البوليسه وعندك مالك وديك لاباس. تي والو باس صافي دابا نمشي لعندهم. من داك النهار ما بقيتش وصلت للدار، بقيت عاسغ على داك الميكروب. واحد النهار تخلص الكيتيني ومن بعد داك يسلم على الدراري قال لي ماني مسافه واحد 4 شهور وغادي نرجع للمغرب. الميكروب كان حاسب شي حاجه ماشي هاديك، وكان باغي يخوي البلاد بين ما بدات القضيه. المهم بقيت عاس عليه غير هو حاضيه فين ما مشى. واحد النهار كيبان لي هبط من الباب ديال دارهم هبط جوج ديال الباليزات، ولكن ما مشاش في الطوموبيل ديالو. عيط على واحد الطاكسي بيض طاكسي كبير هز ليه الباليزات وكنشوف فيه كيسلم على والديه، ومن بعد كف الطاكسي وتمو غادين. كنت عارفو غادي للمطار. مع وصلو البياج مع بلاصيت وراهم كلاكسونيت على مول الطاكسي ملي شاف فيا قلت ليها رويدة اللورانية عندك راه مفشوشة. قالي واخا انا غادي نشوف. خلص البياج وراه من اليمن حتى انا خلصت وقفت وراه. مشيت لقدام وبقيت كنشوف داك خونا. داك خونا شافني عقل عليا حيت هو اللي كان صايق داك النار وما كان السكان بحالهم، ولكن هو مول الفكرة. شديت داك 7 النقشات ونزع عليه في العنق ديالو، تقبت لي وجهو كامل. مول الطاكسي مسكين ما طلع عليا شاف داك الدمايات هو يعلق. عيطت على عيشة ابل فيديو ووريتها الميكروب بالاخر. قلت لها دابا بغيتك تهلا ليا فاسك، انا صافي غادي نقدم راسي. المهم داتو رجعت لك الكرامة ديالك. بدات كتبكي وقالت لي لا ما تمشيش عندهم، يلا نهرب انا وياك ونعيشو شي بلاصه بعيده. قلت لها اللي عطى الله عطاه صافي راه عرفو كلشي. خليت داك الميكروب غارق دمايات ورجعت انتي هدي. مشيت ديريكت للدار ديالنا، طلعت سلمت على الوالدين ديالي وتسامحت معاهم. ما كاملاش 10 دقائق وقفوا جوج ديال الصطافيطات قدام الباب، جاو هزوني من تماك ديريكت للكوميساريه. قلت ليهم كلشي كاع داكشي اللي وقع كامل، كان كلشي حاضر للعائله ديالي ولا العائله ديال عائشه. القاضي في واحد اللحظه وقفني وسولني قال لي بغيت نسولك علاش ما خليتيش القانون ياخذ داك الحق ديالك، علاش درتي شرع يديك وضيعتي حياتك بحال هكا. قلت لي انا اللي بغيت نسولك ملي غادي نجي عندك ونقول لك هاد الناس شنو داو ليا شنو غدير لهم، غادي تعدمهم في الاعدام ما عندناش في البلاد، شحال غادي تعطيهم ديال الحبس؟ 5 سنين 10 سنين كاع ديرو سيدي تهليتي بهم 15 عام. واخا هادشي مستحيل عندنا هنايا تي شنو غنكون استفدت انا؟ ضيعوا لي حياتي وحياة اعز انسان عندي. تي دابا ضربني حتى ب100 عام ما عنديش مشكل، المهم الشرف ديالي دافعت عليه. بقى كيشوف في يوم من بعد حكم عليا ب25 عام ديال الحبس. فهاد اللحظة ناضت عيشة وتفاقعات عليهم، بدات كتبكي وقالت ليه تخيل كون بنتك انت اللي وقع لها هادشي، تخيل بنتك ليلة عرسها يغتصبوها 5 ديال الشمكارة، وكل شمكار فيهم اغتصبها 2 3 مرات. كنت كنبكي وكنطلب فيهم حتى شي واحد فيهم مرحمني. علات يديها وراتها ليه كلها عامة بالطفيات ديال الكارو. داك القاضي بقى حاد راسو في الارض مقدرش يهز عيني فيها. من بعد داو محامي اخر وعاودوا استأنفوا. انا بيني وبينكم والله ما كنت مسوق ليهم، داكشي اللي كنت باغيه وصلت ليه. في الاستئناف رجعوا ليا 15 عام. بديت كندوز في الحبس وجات عندي اول مره عيشه. قلت لها عيشه الا بغيتي تمشي تعيش حياتك بلا ما تبقي مرهونه بيا انا متسامح ليك. والله الخوت تضرباتني بدماغ، حتى الحايج جا كيجري كيسحبني انا اللي ضاربه، حتى كيبان لي فمي كامل دم. انا ما بقيت عارف من ندير واش نضحك ولا نبكي. قلت مع داك الحايس قلت ليه صافي اسمح لينا لحظتك راه المدام عدي ولات دايره بحال هكا، قالت لي اخر مره تخرج شي كلمه بحال هادي قالت لي غادي نبقى نتسناك وخا نتسنى حياتي كامله وما غادي تفاقني معاك غير الموت. كانت الدوله عطينا الحق باش نجمع انا وماتي مره في الشهر، كانت كتجي عندي كل 15 يوم ومره في الشهر كتبات معايا.
واخا الصراحه كنت داخل مخلوع في الاول الحبس، ولكن كلشي كان خايف مني. اللي كيسمع راني قاتل 5 ديال الارواح بداك الطريقه ما كيدوي معايا حتى واحد. الا بغيتي دير 5 ديال الجرائم بحال هادوك خاصو يكون القلب ديالك ميت. من بعد ما دوزت عام في الحبس جات عندي واحد النهار عيشه وكانت فرحانه بزاف، كانت حامله. كنت فرحان وفي نفس الوقت طالع لي الدم. بغيت حتى انا نكون حدا ولدي ملي تزاد ونهزون قد اللي في ودنيه ونتهلا فيه، ولكن قدر الله ما شاء فعل. 15 عام دوزت فيها 9 سنين ديال الحبس، 9 سنين ما كاين لا مشاكل لا والو. ملي ولدت عويشه كانت كل مره كتجيب لي ولدي اللي سميتو ايوب. كنت كنشوفو جوج ديال المرات في الشهر، كانت عاطيني التصويره ديالو ما كنفارقاش من جيبي. ملي كملت 9 سنين ديال الحبس كان داك الساعه العيد الكبير. جا عندي واحد الحايس وقال لي على سلامتك راك غادي تعيد مع وليداتك. قلت كيفاش شنو قلتي؟ قال لي باقالك 48 ساعه وغادي تخرج. فرحت بزاف داك الليله والله ما نعست بالفرحه. واخيرا غادي نخرج ونلعب مع ولدي اللي تقريبا دابا غتكون عنده شي 7 سنين وشي حاجه. الحوايج اللي كانوا عندي وكاع داكشي اللي كان عندي عطيته لواحد الدري، وداك الدري مسكين تا هو ملي شافني خارج عطاني واحد السيرفيطه جديده وسبرديله ولاح ليا 100 درهم. خرجت من الحبس وبقيت جالس حدا العتبه ديال الباب كنشم في الهواء وكنتخيل حياتي كامله كيفاش دازت. من بعد شديت الطاكسي ديريكت للدار ديال الوالدين ديالي. واحد الام توحشتها شحال هادي مابقاش جات عندي حيت قالوا لي مابقاش قادره تزيد. دخلت لقيتها جالسه في الصاله ولايحه واحد المانطا على رجليها وكتفرج. ما شافتني مسكينه بغات تنوض ما قدراتش، مشيت كنجري تلاحيت لها على رجليها وبقيت كنبوس فيهم. من بعد كنحس بشي واحد جا عنقني من الله. ملي كندور كنلقاه الوالد ديالي كان معنقني مسكين وكيبكي وتيقول لي على سلامتك اولي. من بعد جاو عندي خوتي بجوج فرحوا بيا بزاف. شويه كيبان لي ولدي كيلعب في الصالون، مشيت كنجري عنده بقيت كنعنق وكنبوس فيه. وقتي مش عيشه كانت هنايا بقات كتشوف فيا الوالده وقالت لي من نهار تشديتي ولدي وعيشه عايشه معانا كتمشي للخدمه ديالها وملي كترجع كترجع عندنا للدار. هذيك بنت الناس والله ما تلقى بحالها. تا الوالدة على قبل داك بنت الناس انا دوزت هاد المده كامله ديال الحبس راني عارف شنو اختاريت. قصيت شي لعيبه دوشت بدلت الحوايج ديالي وانا نخرج. مشيت لعندها ديريكت الفارماسيان فين خدامه. وقفت عليها كانت كتهضر معايا وما كتشوفش فيا كاع. قلت لها اختي عندك شي قويلبات؟ مع سمعت الصوت ديالي هزات عينيها خرجت كتجري وتلاحت عليا قدام الناس ما عقلات على حتى واحد كتعنق وكتبوس فيا. حيدت الطابليه ديالها ولا حتى ليهم وخرجت معايا. كنت فرحان بزاف وخا دوزت بزاف ديال العذاب مع هاد بنت الناس الحمد لله على كل شيء. ودابا ان شاء الله غادي نعوضها واخا غا شويه. واحد بخوت عيشه كان كيمشي للغربه وكيجيب حوايج ناضي من تماك. جا عندي واحد النهار قال لي على سلامتك وجاب لي شي بياسه حيين. قال لي شنو كدير دابا؟ ثلاث ساعه باقي والو 100% غادي نرجع للطاكسي. قال لي علاش ما نجيبش لك الحوايج وانت تبيعهم؟ قلت لي اياه مرحبا. قال لي صافي غدا ان شاء الله جي عندي للدار. مشيت عنده الغد ليه عطاني كوليا لقيت فيها البياس غير دوريجين. ضبرت على واحد الكروسه وما قلت لحتى شي واحد. زيد داك الكوليا كامله ومشيت للقريعه. داك النهار كان السبت وكان البيع والشراء خدام. بديت كنبيع والحوايج الخوت كيتخاطفوا عليهم الناس. الثمن اللي قال لي هو بيع وليت كنبيع بيه بالدوبل حيت الأغلبية ديال الحوايج كانوا دويجين. بعتهم كاملين وعيطت لي في التليفون تي الحوايج كاملين بعتهم عندك شي حاجة أخرى؟ قال لي صافي كنت باغي نعرف غير الحوايج واش مطلوبين ولا لا. قلت لي مطلوبين وبزاف كاع. قال لي داك الفلوس اللي صورتي كاملين خوذهم كيبيهم واحد المحل وأنا إن شاء الله غادي نمشي والكار اللي جاي غادي نصيفط لك معاه شي كوليا حتى نعمرو المحل مزيان. قلت لي صافي مشات. من بعد 15 يوم رجع للصبليون. الله دوزت شي 3 أيام تماك صيفط لي جوج ديال الكوليات ولا تقريبا كل 5 ايام كيصيفط لي جوج كوليات. المحل وليت كنشد داك الحوايج وكنستف فيه ما حليتو البيع حتى عمرتو مزيان. كان في الاول كيجي واحد جوج ثلاثه بقى داكشي غادي وكيتزاد. من بعد المحل عمر ولا غادي يتفاقع بالناس ما بقيتش قادر نجري داك الناس كاملين. طلقت داك المحل وكريت مقازة كبر منا صلحته مزيان وعمرته بالحوايج. اللي كيدخل عندي على قبل بياسة وحدة كيستخرج وحاط عندي 500 ولا 600 درهم. الحوايج كانوا كاملين ناضين ومع ذلك اخوها كان كل ساعة كيصيفط لي كوليات ما كنت عارفو منين كيجيب هاد الحوايج هادو. خليت خوتي اللي حاضين
وليت كندور على المحلات. من بعد وليت كنبيع بالجمله. الكوليه معك كتوصل كتمشي ديريكت عند الشاي، كتلقى راسك رابح في البياسه 3000 ريال ولا 100 درهم وانت مهاز محاط. بقيت انا ويا بحال هكا حتى كبر البروجي ديال بصح. من بعد تقريبا شي عام وحنا خدامين بحال هكا جا لعندي، تحاسبت انا ويا على كلشي. لقى الحساب هو هذاك، عيال ديالو مخاش، كل واحد فينا خد الحق ديالو. وعاود رجع عاود تاني ولا كيصيفط ليا ولا كيتيق فيا بزاف كاع. جمعت بزاف ديال الفلوس وكان عندي هدف واحد في حياتي هو نحقق الحلم ديال عائشة. عائشة ملي كنا باقي مصاحبين وهي كتحلم ديال بارفارماسي ديالها، ملي قلت لخويا اللي كاين برا عجباتو الفكرة وقال لي انا معاك 100% ونعاونك. كيت واحد مركزة كبيرة وبديت كنصلح فيها التخبية عليهم كاملين. من بعد قديت الفيترينات وكتبت على غا بارفارماسي. كنت دايز واحد النهار انا وعويشة ودوزت بالعاني من حدا داك البار، دازت من حدا وبقات كتشوف فيها. قلت لها هو هذا الحلم ديالك ياك؟ قالت لي صافي نسى راه شافنا على داكشي. قلبت الدورة وتمينا قاصدينو. قلت لي فين غادي؟ قلت لها جي غنشوفو. قالت لي اش غادي تشوف فيه هو باقي خاوي؟ هذا باقيني الله بادين فيه مواليها صاحبي. وصلنا تحدى الباب وانا نمطي لها الساوت، بقات كتشوف فيا وما فهمت والو. قلت لي ديال اش هذا؟ قلت لها حلي هذا البروجي ديالك، سميه اللي بغيتي والسلعة اللي خصاتك انا غادي نجيبها ليك، حيت انا ما كنفهمش في هاد الشي. قالت لي الا كتضحك عليا. قلت لها غير حلي وشوفي واش كنضحك عليك ولا لا. حلات الباب ويتحل، دخلت لداخل بحال شي دري صغير شريتي لي شي لعبه. بقات كدور في الجناب ديالها والدموع في عينيها. جات عند قاتني وكتبكي وكتقول لي كي درتي ليها؟ قلت انا درت لك المهم، الباقي عليك انت دابا، يلا بيني لي وخدي السلعه اللي بغيتي. مشات للدار وجبدات سمية ديال الشركات وبدات كتعيط على شركه بشركه. في ظرف 4 أيام عمرت داك البار كامل وما عطيتها حتى ريال. كاع الشركات كانوا كيعطيو السلعه وتيقولوا لي حتى تبيعي كاع. من داك النهار عويشة ولات هي اللي مخدمه مع البنات وهي مقابله غير لاكيس. اما انا ضبطت واحد الطوموبيل وليت كنخلي خوتي مقابلين المحل وانا كندور نبيع بالجمله، والوالده ديالي مسكينه هي اللي بقات مقابله ليا ولدي طارق. حتى لهنا الخوت كتكون سالات قصة ديال اليوم. كنتمنى تكون عجبتكم بزاف وكنشكركم بزاف بزاف على الدعم ديالكم. نتلاقاو في قصة اخرى الخوت. تهلاو.